كنت متأكدة إنك هتيجي رغم كل اللي حصل. طبعا اللي بينا مش ممكن ينقطع، مش كده ولا إيه؟ أنا مسافرة بكرة روما تاني، أصلي جيت عشان أشوف مامي لأنها عيانة، وعشان أشوفك طبعا. أنا كمان أكيد كنت وحشاك، مش كده؟ إيه أنا راجعة مصر بعد كام أسبوع، جوزي اتنقل مصر في منصب كبير في القصر الملكي، وطبعا هبقى فاضية لك خالص، ما وريش حاجة غيرك يا عناية. مساء الخير. مين؟ زبيدة؟ أهلا يا زبيدة. الحمد لله على السلامة يا نجوى. الله يسلمك يا زبيدة، إيه المفاجأة دي؟ أصلي كنت عند مدام محمود بيه أسعد، وقالت لي إنك جيتي من السفر، فلغيت كل مواعيدي وجيت للجري. وأنا كمان سعيدة جدا بالزيارة دي. لما السفراجي قابلني حب يدخل يقولك، قلت له لا أرجوك أنا عايزة أفاجئها بزيارتي، فقال لي إن عندك صحفي. الأستاذ محمد عبد الكريم. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، إزاي الصحة؟ الله يخليكي. يلا يا زبيدة بقى عشان نشوف مامي قبل ما يجيلها الدكتور. يلا. أنا آسفة أوي يا نجوى. ليه؟ أصل الدكتور منع علي أطلع السلالم لأن قلبي بيوجعني، لدرجة إني فكرت أنقل أوضة نومي في البدرون. في البدرون؟ طبعا، ما تتصوريش نوم البدرون أريح كتير من النوم فوق. المهم أنا مش عايزة أعطلكوا، اتفضل يا أستاذ محمد خد حديثك من نجوى، ولو إني من زمان نفسي أشوف صحفي وهو بيشتغل، شغلانة مثيرة قوي. مثيرة قوي، مثيرة فعلا، بس بيتهيألي إنه مسؤولياته ومشغولياته ما بتدلوش فرصة إنه يحب ويتجوز. لا لا، إزاي؟ بالعكس، الحب ضروري جدا للصحفي، والجواز بيخلي حياته مستقرة جدا كده. طب تسمح لي يا أستاذ محمد هسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة. أوي. افرض انك قابلت ست جميلة جدا واغرتك بجمالها رغم انك بتحب، يا ترى تكون حبيبتك؟ مستحيل طبعا، اللي بيحب بصحيح بيجد لذة في الاخلاص. الاستاذ محمد جه عشان يسألني انا، لأنا احنا الاتنين عمالين نسأله. انا اسف قوي يا نجوى، اصلي من زمان مشتاقة اقابل صحفي واسأله عن مهنته. معلش يا استاذ محمد، الظاهر ان الوقت مش هيكفي للحديث. اصل عندي ميعاد مع الدكتور بتاع السنان. معلش، فرصه تانية، مره تانية. طب مش تسلم؟ السلام عليكم. مع السلامه. استنى استنى الطربوش. متشكر الطربوش.